أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني كمال أبو حلاوة. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. تحية طيبة إلى متابعي ومشاهدي قناة الرافدين، وتحية إلى أسرة برنامج فضاءات، وسلام على أبطال فلسطين الأحرار وعلى شهدائها الأبرار. معكم الشاعر محمد خير من جمهورية مصر العربية. أشارككم قصيدة بعنوان على جناح جبريل. القصيدة تقول: شهيد ولا نعش، وشعب يهجر، فيا رب كيف الصبر، غزة تنحر، ومليارنا ريش، وما الريش فاعل، فها هو في وادي المهانة ينثر. وطفل على جناح جبريل نائم، وحفل ملائك إلى الله تجأر، وبيت ركام كان بالأمس جنة، بغمضة عين باغتيال يدثر، وورد بجنة قد اغتيل عطره، فأصبح بالدم المراق يعطر. في كل ساعة عروج إلى السماء، كأن السماء دار تنجي وتزأر. أيا عالم تكهف اليوم صوته، وشعب فلسطين البسالة ينحر، سينبت هذا الدم شمسا فتية، سينبت هذا الدم شمسا فتية تشق عباب الليل والضوء يمخر. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. سلام الله عليكم وتحياتي لقلوبكم. سأعرفكم عن نفسي، أنا هيام فؤاد ضمرة. أصدرت كتابي الموروث التاريخي، وهو كتاب مشترك لي ولأحد الكتاب. كانت الفكرة عرضناها على بعضنا ووافقنا على أنه نبدأ في كتابتها، وفعلا استطعنا أنه نختار موضوع الموروث التاريخي بالذات، كون هذه الفترة من الزمن دخلت علينا اتفاقيات عالمية كان إلها أثر سلبي على تراثنا التاريخي وقيمنا الأصيلة، وكان يجب أن يكون هناك إعادة تقييم لهذه الحالة الاجتماعية، حتى لا يدخل علينا الشيء السيء بجانب الشيء الإيجابي. فكانت فكرة هذا الكتاب، واشتغلنا عليه على عناوين حضارية تناسب الفترة الحالية وتناسب المتغيرات في الوسط العالمي والمتغيرات في الوسط الداخلي في مجتمعاتنا الداخلية، وبالتالي تأثير هذه الثقافات عند حصول الانفتاح الكبير بواسطة الإلكترونيات الحديثة. فأصبح هناك تغيير في العادات وتغيير حتى في قيمنا التي تعودنا عليها، وبالتالي كان يجب أن ننقل للأجيال القادمة
قيمة التراث التاريخي الخاص في مجتمعنا وخاص في عاداتنا وتقاليدنا، خاصة إنها منبثقة من قيم سماوية وقيم مرتبطة بالأديان، والأديان جميعها تتفق على مستوى قيمي رائع، وبالتالي يجب إعادة إحلالها في المجتمع، خاصة أن الأم بمرحلة هذه المرحلة التي تضطر بها إلى الخروج للعمل، أصبح الأبناء بحاجة لمن يبثهم هذه القيم وهذه الأخلاقيات الرائعة التي توارثناها كابراً عن كابر، وبالتالي حتى تظل قيم متأصلة في مفهوم أجيالنا القادمة إن شاء الله. نتمنى على أنه يكون في هناك دعم لمثل هذه المشاريع. أنا ما عرفتكم أنه شريكي في هذا الكتاب هو الكاتب ماهر حسني بكير دلش، يعمل بالسعودية مدرس، وهو مبدع وكاتب وشاعر. وشكرا لكم، وتحية للرافدين، وتحية لكم جميعا. شكرا جميعا لهذا اللقاء. الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه الخطاطون وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. إكمالا لموضوعنا السابق وهو الخط الديواني، كتبنا في المرة الماضية أحرف خط الديواني بشكل سريع واستعرضناها، لكن أكيد معظمنا يعني يود أنه يشاهد عبارة أو سطر عن جماليات هذا الخط، كيف إحنا نكتب عبارة أو حديث أو شيء يخطر في بالنا، عبارة جميلة نسقطها في هذا الخط الجميل اللي هو خط الديواني. طبعا أنا جهزت ورقة الآن، راح أكتب حديث نبوي شريف بلون آخر، نستخدم لون آخر للتنويع يعني من أجل متعة المشاهدة. راح نكتب حديث نبوي شريف، يعني حديث هو أنا كتبته أكثر من مرة موجود عندي على مواقع التواصل، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. طبعا كتبها الخطاطنا المعروف الأستاذ هاشم البغدادي رحمه الله بوقت سابق، كتبه بأسلوب المدرسة البغدادية، لكن أنا لي رؤية أخرى يعني، طبعا لا تجاوز على كتاباته، هو أستاذنا المعروف العظيم يعني، فإن شاء الله أكتبها بطريقة تنال إعجابكم. نبدأ هنا نكتب بخط أصغر، خط أرفع يعني، قلم أرفع أقصد، اللي هو قال: زي ما بنلاحظ انه كل نهاية الأحرف تستلقي على السطر، يعني ما في تحت إلا أحرف معينة. طبعا خط الديواني كما نعلم يعني انه لا يشكل، بس لكن توضع بعض التشكيلات مثل الشدة بالدرجة الاولى. نكتب السطر الرئيسي،
الحسنة. تمحوها وخالق الناس. حديث جميل يعني يدعو للفضيلة. خالق الناس بخلق حسن، هنا ممكن نحط شدة شدة إلى آخره. هنا زي ما لاحظنا إنه الخط يستلقي جميعه على سطر جميع أحرفه ما عدا بعض الأحرف التاء مثلا الميم الجيم تنزل كلها تحت السطر. أأمل أن أكون قد قدمت شيء يعني جميل نال إعجابكم، وشكرا لمتابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله بفقرة مقبلة. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني كمال أبو حلاوة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ كمال، ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين. يسعد مساك ويسعد مساء المستمعين. حياك الله أستاذ كمال. أشكرك. حياك الله، فرصة طيبة أن نلتقي ونتجاذب الحوار حول الفن التشكيلي وما آلت إليه الآن الحرب، الأحداث التي تمر بها نمر بها نحن وتمر بها الأمة، هي مرحلة عصيبة تفرضها الحرب الصهيونية العدوانية على غزة. بودي أن يعني من خلالك نطلع كيف ترى المشهد الفني المحلي الأردني والعربي والعالمي، هل ارتقى بمستوى دمار هذه الحرب واستطاع أن يحدث تغييراً بمستوى الوعي المجتمعي؟ حقيقة هو موضوع الساعة، هذا موضوع مهم، وقصة غزة والنضال والعدوان الصهيوني على أهلنا في غزة مش لأول مرة هاي، إنما الفترة هاي كان مختلف بالواقع وشدة العدوان والضحايا والخسائر. يعني احنا بنحكي دائما المثقف هو عليه دور كبير مهم جدا في كل المجالات، الفنان التشكيلي، المغني، المسرح الى اخره. بصراحه المشهد باهت، وهناك اسباب، يعني اعتمادنا على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا تقريبا السيطره عليها من قبل العدو او له نفوذ انه يقدر يمنع انك تستغل هاي المساحة وتوصل رسالتك. نعم. فكان الفنان بفترة نوع من الكسل انه صار يعتمد على هاي الوسائل انه يوصل انتاجه الفني. نعم. او باتجاه انه يكون واقف في وقفة التضامن، انه يصلي الضوء على هذه الاحداث. اصبح كمان هناك نوع من التهديد، والبعض خاف، يعني وهذا فاجأني جدا، انه نعم. بخاف على انه صفحته تلغى او حسابه يلغى في الفيسبوك. نعم، وهي يعني انا يعني استغربت انه البعض بيفكر بهاي الطريقه، يعني ولتلغى الصفحه، ما المشكله؟ ما احنا كنا قبل الفيسبوك كنا ننتج وكنا نرسم وكنا نقول ونكتب ويعني صار في ناصر قضايا الأمة. نعم، قيود جديدة، واكتشفت أنه حالة الإدمان اللي متعلقين في هاي الوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. والخوف من الخسارة أو الفقد أنه يخسر هذا الشيء. نعم. والسنوات اللي بناها، فصار صفة أنه ما عنده جرأة أنه يكتب أو ينزل صورة، أو أنه حتى انتبهت البعض بيكتب فلسطين مقطعة أو نعم. المقاومة بشكل مقطع، الحرف منفصلة. نعم. هنا أدهشني أنه الفنان ما اتجه للوحته.
أنا أتوقع أنه صفحة إدارة الفيسبوكية التي تقطع كلمة فلسطين، كلمة جهاد، كلمة أعتقد أنه نفس اللي يكتب يعني. على أساس أنه لما يصير في عملية مراقبة أنه ما تظهر كأنها كلمة نعم. واحدة، فهي هم بيتابعوا النصوص نعم. لا هم اللي بنشروا واضح أنه إدارة الفيسبوك حقيقة صحيح. يعني مارست دور رقابي صحيح. يعني بوليسي لمصلحة الطرف على حساب طبعا لمصلحة الصهيونية نعم نعم. فالفنان يعني اختصر وجوده في انه يكون متظاهر او يقيم بعض الفعاليات اللي تضامنية مع الجمهور، رسم بعض الجداريات يعني، وحتى هاي كمان شفتها قليلة، وكنت انا ومجموعة من الجمعيات المعدودة على أصابع اللي قمنا بهذا الفعل في الأردن. هلا في دول أخرى كانت أكثر شيء يعتمدوا على الحشد، والصورة اللي كانت تبث للضحايا الفلسطينيين كانت على فكرة أبلغ من إنه الفنان يكون له دور، فكانت هي اللي ماخذة متصدرة المشهد، يعني أبلغ من إنك ترسم صورة أو قصدك الصورة عبر وسائل الإعلام نعم. كانت قنوات تلفزيونية نعم. كانت مؤثرة جدا إنها انتقلت بطريقة مثيرة، حتى إنه في بعض المحطات نشرتها بدون نوع من الطمس. فهي وصلت الرسالة لكل أنحاء العالم بدون ما تعتمد أنت على المثقف، رغم أن دور المثقف مهم جدا نعم. المسألة اللي أنا بكون حزين باتجاهها أنه غزة، هي غزة مش مجرد مقاطعة أو زي ما بيحكونها سجن، شبه سجن وأكثر كثافة سكان كبقعة على فلسطين المحتلة بحكم الحصار وحصار مرير. غزة موجود فيها تقريبا في مسارح، في مع جاليريات، في فنانين متميزين جدا، ولم ما في حدا سلط ضوء، يعني كان تسليط الضوء على الصحفيين اللي اختلتهم الآلة الصهيونية او الأطباء او الضحايا المدنيين نعم. في فنانين كتير مهمين يعني، من يعني اللي بعرف عددهم تقريبا 15 واحد بس كتشكيليين نعم. هذول راحوا مع عائلاتهم، قتلوا يعني ما حدا ذكرهم نعم. في موسيقيين، في ممثلين، كثير ناس. طيب دوركم انتم كرابطة فنانين تشكيليين يفترض ايضا يعني تتحركوا من خلال إقامة نشاطات استذكار لهؤلاء، تذكير المجتمع، تذكير الإعلام بهذا الجانب، طبعا جانب مهم جدا بالضبط مثل ما كما تفضلت انه الإعلام سلط الضوء فقط على الإعلاميين الذين قتلوا خلال صحيح حرب غزة وما قبل حرب غزة، معروف شيرين أبو عاقلة أيضا قتلت من قبل هذا الكيان البغيض يعني ثم يفترض يعني الاتحادات، الروابط التشكيلية تمارس هذا الدور. في المتحف الوطني عمل معرض لفنانين غزة نعم، وحتى وقت افتتاح المعرض كان قبل يومين في اثنين من المشاركين كانوا استشهدوا يعني شوف يعني المثقف ما في تضامن حتى باتجاه من جنسه، يعني اشتركوا قديما لا كانوا مشاركين في المعرض يعني نعم. باعتين أعمالهم، والأعمال اللي بتصير حتى المعارض نعم، المعارض كلها يعني دعم لأهل غزة، يعني هم موجودين في غزة وبعثوا نعم. أعمالهم إلى نعم. أو كانت أعمالهم موجودة هون، فكانت الفكرة أنه يقيم معرض حسب علمي أنه لفنانين من غزة، وعملنا نشاط وقتها في حديقة المتحف برضو رسمنا، والأعمال اللي رسمناها نتبرع فيها يعني هذا الجانب يفترض يسلط عليه الضوء أنه نعم. هناك كم من الفنانين أرسلوا أعمالهم من غزة صحيح. للمشاركة صحيح. وللأسف يعني في منهم قتلوا في هذا العدوان، استشهدوا مع عائلاتهم يعني نعم. وهذا الشيء مؤلم يعني، أنا بالنسبة لي يعني هدول إخواننا وزملائنا وإلنا علاقات فيهم نعم. لازم زي ما حكيت نسلط الضوء ونذكرهم، ولهم دور مهم جدا حتى في مرحلة الصمود في نعم. في غزة أثناء الحصار يعني في كان بعض النشاطات اللي أقاموا فيها اللي هل تحضرك أسماءهم أو أسماء بعض؟ والله لا، في بعرف قريبة إلي من دار أبو شعيرة نعم، في اسماء يعني انا ايضا فنانه تشكيليه نعم نعم, نعم. في مسرحيين يعني قرات هذيك المره مجموعه اسماء يعني نعم. عدد مهول يعني مش سهل الرقم، كل هذول ما حدا سلط الضوء عليهم نعم. مراكز ثقافيه ما حدا ذكر انها اندمرت يعني في حوالي اكثر من 6 مراكز ثقافيه مسحت نعم. عندك مسارح نفس الشيء، كل هذا انضرب مثل المستشفى، وهذا لا يقل اهميه طبعا، لان هذا هي العقول، هي اللي نعم. بتبني العقول وبتاسس الثقافة في أثناء الحصار، وكانت ترفع الطاقة المعنوية لأهل غزة.
كثير كانت من النشاطات اللي عملوها تجميل الزقاق ويرسموا على بيوت بعد كل حرب. كانوا يقوموا هذول الفنانين بدور كثير مهم في غزة. هذول جنود مثلهم مثل أي مقاتل حمل البندقية، لازم يكرموا ولازم نذكرهم ونسلط الضوء عليهم. نعم، من أطفال عمان إلى أطفال غزة، يعني من المشاريع الفنية التي أشرفت على القيام بها خلال الحرب العدوانية على غزة، على ماذا ينطوي هذا المشروع؟ يعني أنا استوحيت الفكرة مني، شفت الأطفال ومنهم حتى أطفالي، يعني ابني خالد الله يخلي لك فكتب على صدره فلسطين وحط غزة وكان غاضب وبدي يروح يقاتل الصهاينة اليهود. نعم. فحسيت قديش حتى ابني، كنت دائما بحكي له أنت من أي بلد أصلك؟ أنا من أصول فلسطينية. نعم. أنت من وين؟ فبحاول أعزز عندهم فكرة أنه يعرف وين هو، وين أرض جدوده وأرض أبائه. فالحرب هاي كان لها نتاج عكسي، أنا أعتقد أنه إيجابي، أنه صحة. نعم. صحة ضمير العالم كله باتجاه القضية الفلسطينية، وتحديدا عند اللي كان غفلان. نعم. عن القضية وعن أهميتها وأنه الحق من أصحاب الحق. فالأطفال عندنا كان تساؤلهم بهاي الفترة كثير كبير، وأسئلة عميقة وأسئلة تسترجع فيها حتى الماضي، تاريخ بداية القضية الفلسطينية وما قبل القضية الفلسطينية. الأسئلة كثيرة. فأنا من تضامنهم وتفاعلهم هذا، فأجتني فكرة أني أنفس عنهم وأخليهم يتضامنوا بشكل أنه يحاكوا أخوانهم الأطفال حتى إن كانوا شهداء. نعم. وهم طيور في الجنة إن شاء الله، وسميتها غزة مدينة طيور الجنة. فهذول الأطفال وهذول أطفال، يعني إن هم قلوبهم قلوب. نعم. واحدة، إنه أطفالنا هم ظلال أطفال الشهداء في غزة، فيبعثوا لهم رسائل تضامنية وكلام كلام بريء، يعني إحنا معكم. نعم. إيش بدكم؟ إحنا ممكن، في واحد كاتب برسالة الدروس اللي راحت عليكم إحنا ممكن نرجع لكم إياها، يعني تخليهم يكتبوا على الورق، يكتبوا. قرأت بعض الأشياء. نعم. يعني طفل كاتب بيحكي لطفل تاني في غزة، بيخترع يعني بيخترع اسم. نعم. إنه إذا راحت عليك دروس المدرسة أنا برجع شو اسمه أعطيك إياها عشان تقرأها وترجع تراجعها. نعم. فتخيل يعني قديش البراءة عند الأطفال، إنه كيف يتضامنوا كأطفالنا مع أطفال غزة. فهي رسالة بريئة، ورسالة. نعم. رسالة فيها نوع من التضامن اللي ما في من وراء أي مقابل غير إنه إحنا نشبه بعض وأصحاب قضية واحدة. جميل. حضرتك قبل قليل مررت على المراكز الثقافية والفن التشكيلي، أنه غزة مدينة كانت تعجب الحياة والجمال والإنتاج. هناك لوحة كبيرة لاحظتها لحضرتك، يعني كتبت بجوارها هنا غزة من عمان، تظهر فيها بنايات شاهقة جميلة وحدائق زاهية، وأفضية المكان مطرزة بالورود. يعني هل هي رسم لغزة قبل الحرب، أم هكذا ستكون غزة كنبوءة لفنان تشكيلي؟ هي نبوءة وإحنا متأكدين راح تتحقق. نعم. إن شاء الله. رسمة اللوحة هاي كانت، يعني إحنا المشهد مؤلم جدا. نعم. إنك تجد مباني مهشمة ومهدمة بطريقة بشعة ما فيها نوع من الرحمة، وهي البيوت اللي الدافئة اللي كان يسكنها هاي الأرواح العفيفة والشريفة. م. نساء وأطفال أغلب ضحاياها. كل مكان يحتوي إنه بيبحثوا على الطمأنينة والأمان. كانت نوع بيوت قلاع من الصمود في حصار غاشم. فإحنا لما رسمت الدمار، أنا كانت الفكرة أني السيناريو تابع اللوحة بشكل مباشر في الشارع أمام. م. الناس والجمهور، الجمهور اللي لا يعي شيء بأنه يمارس الرسم أو الفن، بس اللهم أنك بدك تشده وتخليه جزء وشريك. أنت كنت ترسم اللوحة في الشارع؟ نعم، بالشارع. والناس المرة؟ المرة والمدعوين، وأغلبهم كانوا يعني مش من أصحاب الخبرة أو المواهب. نعم. بس أنه أنت بدك تفعلهم، هم كانوا يعتقدوا أني أنا بدي أرسم اللوحة لوحدي. فرسمتها في البداية بالمشهد الحاضر. نعم. اللي بيحصل فيه الدمار والخراب. وبعد ما خلصت حكيت لهم أنا بدي أطلب منكم الآن تساهموا في إعادة إعمار مدينة غزة. فتركتهم بتلقائية، اللي أجت واحدة حطت شمس. نعم. كانت السماء تخلوها الشمس،
إجا واحد يعني مواطنون مارون من نعم نعم فتحت لهم المجال وشاركونا. فأجا كمان واحد صار يبني البيوت المهدومة بلش يعيد الأعمدة والشبابيك. وواحد حط السماء أزرق بدل ما تكون اللون الداكن اللي أدخنت الانفجارات. وأجا شاب حكالي أنا بدي أعمل بحر غزة. فلما تفاجأت بعمل بحر غزة رزة مورد بقول له شو هاد؟ بقول لي هاي أرواح الشهداء في البحر تحولت لدحنون. يا الله. فأنا رجعت تفاعلت معهم بشكل تعب. نعم. بدي أستعين بخبرتي الآن. إذن هذا الورد الذي يطرز أفضية اللوحة هو الدحنون. هو بحر غزة. إيه. هو الدحنون. الدحنون. والدحنون طبعاً في المناطق الشام اللي هو شقائق النعمان. نعم. نعم. رمزية الدحنون حب فلسطين بيحكوا له الدحنون. نعم. رمزيته إنه هي دماء الشهداء اللي هي امتلأت في بحر غزة. نعم. وهو المنفس الوحيد اللي لهم يعني كإطلالة. نعم. فرجعت أنا بخبرتي أكمل معهم المنجز فضفت بعض الأشياء الجمالية فظهرت معنا وكأنها جميلة. كم الوقت الذي استغرق لرسم اللوحة؟ يعني تقريبا أخذت ساعة. نعم. ساعة يعني من الناس تعطي لمساتنا. ما شاء الله أنا اعتقدت أنه بأيام. لا لا خلال ساعة كانت. نعم. خلال ساعة كانت أنجزت يعني. نعم. فهي لوحة جميل. تفاعلية. يعني عمل بهالحجم هذا بالاتساع مع مشاركة المواطنين يعني في ساعة يعني حقيقة هذا يعني شيء يحسب لكم. معذرة سنكمل بعد الفاصل معذرة. فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الفنان التشكيلي الأردني كمال أبو حلا. أعود لك أستاذ كمال. كنا نتحدث عن هذه اللوحة التي هي هنا غزة من عمان وكنت تنوي قبل الفاصل أنك تتحدث لماذا كتبت هذه اللافتة. هي كانت حدثت في كذا مرة أنه كانت فكرة التضامن إذا تعطلت الحياة في مكان. نعم. فإحنا بنطلق اسم المكان انه احنا هنا من مثلك احنا متضامنين معك. اذا غزة كانت بالانترنت لغوا عنها الانترنت لغوا عنها الاكل والشرب والمي. نعم. الان احنا هون في غزة بارواحنا معكم وبنضالنا احنا بنناضل معكم باللي بنقدر عليه. نعم. بامكانياتنا بالقوى الناعمة بالكلمة باللون بالرقص بالموسيقى باي مشهد وهي لا يقل اهمية مثل ما حكينا. نعم. الثقافة دورها كتير مهم أن تسلط الضوء على فكرة التضامن وأن تخلي القضية عنوان موجود على رأس الأولويات. نعم. جميل. يعني هناك حقيقة نتاج غزير يعني على المستوى العالمي. هناك من رسم كاريكاتير، هناك من رسم يعني تجسيد لدولة الكيان البغيضة، هناك من رسم سلة مهملات ويلقي فيها هذا الكيان البغيض على مستوى العالم. يعني هناك نتاج غزير من لوحات والملصقات التي جسدت آثار الحرب الصهيونية المدمرة على غزة والكوارث والجرائم ضد الإنسان الفلسطيني من قبل هذا الكيان اللقيط، غصت بها المعارض والشوارع والتظاهرات في العالم. يعني سؤال، فهل يعني هل أحدثت هذه الحرب هزة وثورة في المشهد العربي والعالمي المشهد الفني؟ يعني عالميا نعم. واللي كانت المفارقة في دول يعني احنا ما كنا نتوقع انها تتحرك باتجاه انها تطالب في حق الفلسطيني وحق. نعم. الدولة الفلسطينية وقامتها مثل امريكا وبريطانيا وبعض بلجيكا اسبانيا. نعم. يعني هذول كانت هي من اهم نتاج. نعم. 7 اكتوبر. نعم. طوفان الاقصى كان تقصد 27 الأول. نعم. نعم. لنا تقويمنا العربي بالمناسبة وأنا أصر دائما لنا تقويمنا العربي. ممكن نذكر التقويم العربي ونذكر التقويم الأجنبي لأنه سنة على المسامح حافظينها. نعم. 7 أكتوبر نقول 27 الأول 27 أكتوبر حتى صحيح. من يستخدم هذا التقويم الآخر صحيح. يفهم صحيح. عن ماذا نتحدث حقيقة. نعم. صحيح. فيعني هذا الشيء اللي بيفلج الصدر يعني رغم الألم والخسائر. نعم. والتضحيات
انه كانت النتاج انه وصل صوتنا لكل انحاء العالم. وفي فنانين من الغرب يعني كانوا مش بس رسامين، مجرد انه هذا الشخص هو عباره عن ايقونه، نعم، انه كان له موقف قديش الجمهور هذا وكان موقفه صريح. نعم. شفت اعلاميا كثير، كنت اشوف فنانين ممثلين رياضيين، نعم، في الملاعب هاي، بتعرف قديش عدد الجمهور المطلع على هذول الناس وقديش لهم تاثير. انا هاي بالنسبه لي انجازهم كان اهم من اللوحه. نعم. اللوحه اللي بدي ينظر لها يعني مش الكل اليوم بيشاهد اللوحه، نعم، بحجم الحدث اللي بيصير. ممكن فيما بعد عمليه رصد ويصير في عمليه بحث ويشوف وتارشف وتتابع الاشياء اللي ظهرت، ممكن في ناس يشتغل ما بعد، نعم، يعني يصير في عمليه مثلا مسلسل، فيلم وثائقي، تحرير اخبار اخباريه، نشرات اخباريه تحرير او اختصاص، او في يعني كل هاي بتصير عمليه اللي بعد ما تضع الحرب اوزارها، يصير في تحليلات كتير ومن خلالها راح يترافق فيها صوره، راح يكون في شعر، راح يكون في مسلسل. يعني الان مع هول الحدث، نعم، الناس كلها بتركز على الاخبار اللي كل لحظه كل ممكن تتجدد، القتل والجراح والالام، المتابعه مغبيتهم اكثر. وردة الفعل عند الناس العاديين أو الشعوب العادية هي التظاهر، وهي كمان اللي هي بتعمل الحشد. هذا بيؤثر جدا على سياسات دول ماخذة موقف كانت باتجاه الكيان الصهيوني كتضامن، أنه داعم له. الآن في عملية خلاف داخل برلمانات هاي الدول وسياساتها وبعض الوزراء وبعض السياسيين الموجودين في منظمات دولية، وتكشفت حقائق منظمات دولية قديش كنا احنا معتقدين حقوق المرأة، حقوق الطفل، اليونيسف إلى آخره، كل هاي كلها كانت أقنعة وسقطت، ظهر التزييف وكذب، سقطت. والآن اكتشفنا انه احنا مثل اللي كنا مثل اللعوبة، لعب ينضحك علينا. لا، الحقيقة الآن احنا لازم نعيد ترتيب الأوراق بشكل مختلف تماما ويكوننا صوت. الآن المثقف في حالة ذهول وصدمة كمان، أنه يعني مش سهل عليه أنه يشوف الأشياء اللي كانت نموذجية بالنسبة له أنه الآن واشتغل معها. يعني أنا واحد من الناس اشتغلت مع هاي المنظمات، للأسف يعني بفكر قاعد مليون مرة الآن إذا جتني منظمة اشتغل معها كيف بدي أفكر. نعم. مش بس هيك. طيب الآن ألا توجهون أنت من خلال هذه العلاقة، كما قلت أن اشتغلت مع بعض المنظمات، الآن في هذا الظرف ألا يوجد تواصل معهم؟ يعني توجه لهم يعني سؤالا، لماذا أخذتم هذا الموقف السلبي؟ هذا مطروح الآن في المستقبل. يعني مثل ما حكيت لك الآن إحنا قاعدين من لملم أو بنعيد ترتيب اللي كان موجود في أدمغتنا. نعم. بس عملية تصفية يعني بنتعامل احنا مع المؤسسات اللي بنعرفها الآن، نجمع تبرعات، نجمع كذا إلى آخره، بنحاول نساعد. وحتى هاي كمان الناس بطل في عندها مصداقية، ما بتصدق انه بتصل للمساعدات، صار في شنو من الشك. وهاي كانت كمان مفاجأة. بقول لك أول سؤال بسألك، متأكد انه راح يوصل؟ أكيد بوصل، لأنه تسكير المعبر والمنافذ على غزة ومنع دخول الأكل والشرب. بقول لك لا، يعني بدعم فلوس، ما حدا بدعم فلوس. بقول لك بروح اشتري انا لبس، بشتري اكل وودوه. وفي معايير كمان لكل شيء بدك توديه، في مواصفات. يعني احنا هسه بنتعامل اكثر شيء مع الهيئه الخيريه الهاشميه، طبعا يعني هي بدها تكون يعني اكثر شيء ممكن تطمن تتعامل معه، لانه بتوصل من خلالها. اما منظمات اخرى لا، بصراحه ما في لولا كثير منظمات تستغل ماساه الشعوب لبناء يعني شفنا الفضائح على الفضائيات. يعني لما فتحوا مستودعات كثير من المرتزقة، اليونيسف تشتغل على هذا، شو كان المخزن عندهم اشياء وحرمين الشعب منها، وكان لهم القدره انهم يفتحوا هاي الابواب للناس. اذا هذه الحرب يعني رفعت مستوى الوعي الاجتماعي اكيد. يعني انت تسمع الان، يعني تسمع في الشارع، في البيت، في المكتب، في كل مكان، موضوع حديث المقاطعه. يعني منذ عام 48 وهذا الاحتلال جاثم على صدر فلسطين والأمة العربية، وصارت حروب كثيرة. كانت الحكومات تتبنى موضوع المقاطعة، يعني كما حصل في حرب تشرين عام 73، أن حكومات يعني قامت بمشروع المقاطعة، لا سيما موضوع النفط، وطبعا أثر كثيرا في معادلة الحرب. لكن كمواطن بالشارع لا تسمع منه أنه نقاطع بضاعة معينة. الآن في هذه الحرب، حتى ما أعقب حرب تشرين عام 73،
من حروب واعتداءات صهيونية على فلسطين، لم نسمع هناك دوي لموضوع المقاطعة على مستوى الاجتماعي. الآن في المجتمع تسمع المقاطعة، أطفال يقول لك لا أنا ما أشتري البيبسي، ما أشتري السفن، ما أشتري الشيبس، ما أشتري الكذا، البضاعة الأجنبية ما أشتريها، حاول ألجأ إلى البضاعة الوطنية حتى وإن كانت رديئة. يعني هذه من الانعكاسات الإيجابية لهذا العدوان، طبعا عدوان مؤلم وموجع لنا كأمة، لكن يبدو لي أنه رفع مستوى الوعي الاجتماعي. ومش بس هاي المسألة، في عندك المقارنة. يعني أنا تفاجأت هذيك اليوم واحد نزل مقارنة أنه في فرنسا لما صار في حدث إرهابي انقتل فيه 17 واحد فرنسي، كم زعيم عربي راح يتضامن في مسيرة على 17 واحد فرنسي؟ شارل الإبدو، احنا قديش في أطفال قتلت يومين، مشهد مباشر مباشر، بتشوف الطفل هو عايش بيطلعوه وبتشوفه في المستشفى هو يطلع الروح. طيب ألا ينبغي الآن بالزعماء العرب الذين شاركوا والزعماء الدول الإسلامية أنه يعاتبوا هذه الدول رسميا أنه نحن شاركنا معكم، يعني اعتبرناها أنه مأساة لكم لشعبكم وشاركناكم بمسيرة تضامنية رافضة لل... طيب هل الصمت، لماذا لم تبادر الجهات الرسمية لهذا هذا العتب في أقل تقدير؟ بالضبط هذا الصمت يعني كان في عند البعض، للأسف في بعض الدول كان يعني التحرك تبعها بالإمكانيات اللي تستطيع. يعني عندنا في الأردن مثلا ولي العهد طلع لمعبر رفح وأخذ مساعدات بطائرة عسكرية، وجلالة الملك لف وراح، يعني في محاولات للتهدئة لوصول لحل. بس يعني أنت بتحكي دولة زي إسرائيل لما تكون معها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، يعني أنت بتحكي دول، لا أنا أقول لك في طريقة العتب، منظمات في أقل تقدير، منظمات دولية بأضعف الإيمان، منظمات دولية اللي هي المفروض تكون تمسك زمام الأمور في مساعدة هذا الشعب تم السيطرة عليها وتسييسها إنها ما تكون في وحجم الجرائم في غزة حقيقة أخرس هؤلاء. يعني من بداية المعركة مباشرة أعلنوا بكل قباحة، صحيح، يعني فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، أمريكا، كثير من الدول، الاتحاد الأوروبي، أنه أعلنوا وقوفهم بكل إمكانياتهم مع الكيان الصهيوني. كان صريح في البداية، نعم. بعد أن استمرت الحرب وظهر حجم الإجرام الصهيوني بحق أهل غزة، هؤلاء الحكومات وقعت في حرج. أنا أقصد يفترض بالحكومات العربية الإسلامية تستغل هذا الحرج في هذه اللحظة، تقولهم عبروا عن، صحيح، يعني عن تضامنكم مع هؤلاء المدنيين الذين قتلوا ظلما. يعني الكيان الصهيوني حتى هو كمان كان متوقع انه ينهي الحرب في فتره زمنيه بسيطه، نعم، بس تفاجأ في صلابه المقاومه، نعم، وتفاجأ انه الشعب نفسه متلاحم مع المقاومه، نعم، مش منفصل. كان بتشوف مشهد واحد بيته هدم واطفاله تحت الركام لسه بقول الحمد لله فدى الوطن وفدى المقاومة، نعم. فهاي كانت يعني داخل شعب عظيم، يعني بالضبط شعب عظيم، شعب جبار، نعم، كبر أطفال. في نظر العالم كله حتى الأطفال لا تسمع تذمر منهم، صحيح، وبتشوفهم بلحظة. زمبارح شفت لحظة عاملين عرس، نعم، نزلتها، نعم، في يعني احنا اللي نتفرج عليهم متألمين وهم أهل الألم، نعم، وهم الواقع عليهم، كل هم اللي في المعركة، نعم، وبصحوا وبناموا مش عارفين يشوفوا بعض ولا ما يشوفوش بعض. أنا قرأت تعليق لأحد المواطنين الذي لاحظ هذا المشهد، موضوع العرس في مدرسة للاجئين. أي بالضبط، يقول نتنياهو راح ينجن. أنا حتى كتبت راح يشد شعره. بس تعرف هم اللي بعطونا الطاقة، نعم، واللي المفروض إن احنا نعطيهم الطاقة. هؤلاء أعادوا الثقة للأمة، وهم مش في حاجة حدا، صدقني، نعم، جميل. يقول لك احنا معنا الله ونعم بالله. حضرتك رأست رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين لفترة من عام 2018 إلى عام 2021. حقيقة نحن نشهد معارض كثيرة للفن التشكيلي، لكننا يعني نلمس مساحة الفن الحقيقي مساحة ضئيلة جدا. يعني ألا توجد ضوابط تحكم المشهد الفني؟ يعني هاي كنا احنا طول الوقت احنا بنعاني منها حتى في الرابطة، ولانه في انظمة معينة احنا متقيدين فيها، انه مثلا تقبل العضو
في تحت معايير انه مثلا يكون عامل معرضين, يكون عنده اسلوب, يعني خلص مجرد انه قدم النتاج تبعه للجنه توافق نعم. عليه, بدك تتركه مثلا سنه سنتين ينخرط نعم. ويصير بعدين عنده تجربته ويتعلم, تعرف مع الاحتكاك بتطور نعم. بس هاي كانت برضو خيبه امل, يعني انه انا المشهد كله في الوسط الفني نعم. احنا في الاردن ما عندنا تصنيف, مش نعم. مصنف الفنان, يعني في الدول اللي سبقتنا نعم. السعودية اليوم في عندهم فنانين نعم. مصنفين, والسعودية امبارح كيف يصنف الفنان؟ يصنف الفنان يعني من خلال انه يكون صاحب تجربة, صاحب حالة نعم. يكون عنده مثلا في كواليتي معين دي يشتغل عليه, يعني هناك ترقيم للتصنيف مثلا درجة اولى, يعني في معايير مثلا الفنان يكون, خلينا نحكي مش موضوع دراسة نعم. بده يكون في موضوع قديش كم معرض عمل نعم. طبعا مش معرض بالكثر, يعني معرض كي يكون معرض نوعية نعم. شو انكتب عنه مقالات أبحاث دراسات, لأنه إذا كان هو شخص عامل نعم. شيء مختلف أكيد في ناس كتبت عنه, شو في له أعمال مقتناة في متاحف نعم. شو في إيه, شو حاصل على جوائز, شو أنجز إشي نعم. جديد اشتغل عليه, يعني أو عمل بحثي, ما ممكن تكون ضوابط لله. نعم نعم جميل. إحنا للأسف اليوم بتلاقي لبعض اللي موجودين في الساحة لازال نعم. برسم صورة, بلاقيه حامل تلفون برسم عن صورة. جميل. يقال أن الفنان التشكيلي الحقيقي ليس الذي يجسد الجمال ويصوره كما هو فقط, بل هو الذي يحول الخراب إلى جمال. كيف نفهم هذا القول أو كيف نفسر هذا القول؟ اليوم الفنان بده يحاكي المحيط تبعه, بده ينصهر فيه نعم. وبده يجد حلول لكل شيء, مثل ما هو بيجد حلول لمشاكله نعم. الداخلية أو حياته المعيشية نعم. دور الفنان وأهميته في موضوع فكرة الخراب, إيش هو الخراب أصلاً؟ يعني الخراب يعني هي شيء عبثي مبعثر, بس احنا سميناه خراب لانه هذا الشيء انصاغ نعم. وتسخر لاشياء معينه نعم. ممكن انت تهمله ويتحول لخراب, ممكن شيء يدمره ويصير شيء تالف وخراب نعم. هلا نظره الفنان اللي احنا حكينا على فكره التصنيف, انه يكون عنده قدره على قراءه الاشياء نعم. وعنده قدره على البحث, وعنده قدره على التوظيف, وأنه كيف يقدر يطلع من خلال هاي الأشياء المبعثرة نعم. أو المتلفة يرجع منها حياة جديدة, يعني حولها إلى مشهد واستغلال فني واستغلال مشهد فني جمال جديد نعم. جمالي نعم. مش نوع من الكماليات, يعني هي ده موضوع الريسايكل كان شيء مهم جدا الآن في العالم, بس مش بس للفن نعم. لإعادة أنك تدوير الأشياء بدل ما تزيد نفايات عشان جميل. حتى لا يدركنا الوقت أستاذ كمال لا. أنت أسست معرضا فنيا حمل عنوان جاليري الويبدا للفنون التشكيلية نعم. منذ عام 2013 نعم 2013 يعني, وتديره لحد الآن. بدي أن نستطلع بعجالة أو بإيجاز المسيرة الفنية والإبداعية لهذا المعرض. يعني جاليري طلعت الويبدا مثل ما حكينا ب 2013 تأسس, كانت فكرة هي مرسم وتطورت الفكرة عندي, حولت لمؤسسة غير ربحية. هي يعني بتعمل على محو الأمية البصرية أولا, لأنه أنا كنت أشوف أنه مجتمعنا لازال بيحتاج ل أنا أسمع دائما الأمية البصرية نعم, لأنه اللوحة ودورها والفن دوره في الحياة نعم. إشي مهم جدا وأساسي, يعني المهندس لما يكون عنده حس فني بتلاقي عنده إبداع مختلف في التصميم نعم. الطبيب إذا عنده حس فني بتلاقيه جراح شاطر, اللي مصمم الأزياء في كل مناحي الديكور أي شيء, تجد الفن شيء مهم وأساسي في رفع الذائقة. كان زمان ستات البيوت أمي وجدتي بتطرز نعم. الثوب كان بتطرز المخدات الشراشف, اليوم نعم. ست البيت أصبحت ست عاملة تنتقل أشياء على الإنترنت أو بتروح على المحلات بتأخذ الأشياء الجاهزة, ممكن نعم. تصميم تركي أوروبي, بطل في هوية. الفن بيرجعك لهويتك, إنك أنت تكون صاحب كشعب هوية نعم. إنك تشتغل على كل محتوياتك في محيطك. إذن هناك رسالة لهذا المعرض؟ أكيد طبعا, هي الحفاظ على الهوية, على الهوية البصرية وإعادة نعم. رفع الذائقة والوعي نعم. عند الناس ودوره وأهميته. جميل, شكرا لك الفنان التشكيلي الأردني كمال أبو حلاوة على هذا الحديث المهم والمؤلم والموجع والذي يدفع إلى التفاؤل والأمل صحيح. بمستقبل فلسطين والأمة. شكرا لكم على هذا اللقاء, وأنا سعيد جدا, وإن شاء الله مثل ما حكيت إحنا إذا ذكرنا الألم هي صفحة نطويها لنبحث فيها على الفرح والنهوض إن شاء الله بمشيئة الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.